كلمتي نخفاف مع حمزة. صباحكم بالخير، نهاركم زين. كل خطوة نبعد فيها على الظل يتنافس فيها حالي اليوم مع حالي البارح. نبعد برشا ونطيح برشا، نقوم وما نتوقفش، خاطر أنا نحب نكتشف روحي، وفي العزلة نفركز على العظمة. العظمة مش فكرة بل هي أسلوب حياة، هي حاجة تعيشها وترقد بها وتقوم بها. إنك تكون طموح وتحب النجاح، اتأكد إنه هذا ما يكفيش، هذه مجرد رغبة. وقت تحس عندك حاجة معينة تقدمها لهالعالم، وقت تحس إنه موهبتك تستحق الفرصة، أنت تحب ذلك وفي نيتك لازمك تحقه. كان تحب تسكن في جزيرة لازم تحرق الفلايك الكل، خاطر إذا ما تكونش فما طريق للرجوع. فكر فيما هو مدهش اللي باش يصير وقت اللي يكون الأمر حتمي. ثم باب واحد، يا تلقى المفتاح ولا تكسر الباب وتدخل. الوضوح هو القوة، قد ما كنت أكثر واضح، قد ما تعرف عقلك وكيفية الوصول إلى القمة. ما تتوقفش وأحصر تركيزك، أحصر تركيزك على فكرة واحدة واجعلها أولويتك والتزم بها مهما صار، حتى لينقول عقلك أكاهو يزي باش نكتشفوا ذلك. والواضح الشخص هذا ماهوش باش يتوقف، ابني الحياة اللي تحبها، ما فهمش شكون باش يتطوع ويبني في بلاستك. قول هذه الطريقة اللي نعمل بها وهذه الطريقة اللي لازم نفكر بها. وقت ما يقول واحد ما نجمش، هو ما يعرفش، هو ما يعرفش اللي قدم لك أكبر خدمة وأكبر حافز. ما تكونش كيما أي شخص آخر، ما تستسلمش، ما ترضاش بالعادي. وقت تكون الأمور صعيبة أفرح وفرح خاطرك وجنح وعلي، واعرف اللي انت في الطريق الصحيح. زيد تمرن باش تكون أقوى، أقرأ أكثر باش تكون أذكى، نظم وقتك بدقة باش تكون أكثر التزام. حاجات واضحة ومن شدة وضوحها نغفل عليها. انت حاضر، انت مستعد، انت مستعد للخروج من خوفك، مستعد للعمل كل يوم، مستعد للخدمة كل يوم. وقتها تبدأ رحلتك باش تحرق المزيد من الوقود وبرشة طاقة، خاطر العظمة مكلفة. لازمك تضرب بيد من حديد بكل قوتك، فقط أنجز المهمة وخلي حياتك تكون مغامرة فريدة، خاطر حياتنا ما تتقاسش بعدد الأنفاس اللي ناخذوها بل باللحظات اللي تاخذ أنفاسنا. كلمتين خفاف مع حمزة.